مساء الخير سيدي. أهلين رائد هشام، أهلين مصعد جميل. حادث عرضي سيدي ولا في شيء؟ ما في شيء واضح. نحن منعنا الدخول والخروج للفندق للنزلاء والموظفين. على ما يبدو واقع من فوق. مزبوط، واقع من فوق، بس في جرح عميق بالبطن. من شغلت الفندق؟ لا، من نزلاء. على كل تابع التحقيق يا رائد هشام. حاضر سيدي. اكتب يا ابني. بناء على الاخطار الذي وردنا من قسم الشرطة، حضرنا نحن رئيس النيابة للفندق، حيث وجدنا جثة رجل ملقاة من أعلى إلى أسفل، وهي في العقد الثالث من العمر تقريبا. نكلف فرق الجنائية بالتحقيقات وإفادنا بالنتائج بأسرع ما يمكن. بدي نتيجة يا رائد هشام. إن شاء الله سيدي، وبأسرع وقت ممكن. دكتور غسان، بدي تقرير طبي شامل عن الحالة إذا سمحت، وخاصة وضع الجرح، حابب أعرف أسبابه. إن شاء الله إن شاء الله. سيدي، أنا مالي أي شغل بالجثة، إذا بتحبوا تأمروا بنقلة أنا ما عندي مانع، أنا بس بدي الاسم الكامل. موجودين بالفندق، ونحن تحفظنا على هويته والموجودات. مساعد جميل. نعم سيدي. خليهم ينقلوا الجثة لسيارة الإسعاف. حاضر سيدي. ضلك واقف ونحاول نشوف واحد بكون يروح لهنيك على الباب يمين وانت على الباب اليسار. يلا انت وراي، اي واحد يفوت او يطلع انت المسؤول. ولا مرسي. ولو سمحت بدي كل العمال اللي خدموا عليهم خلال فتره اقامتهم يكونوا عندك بالغرفه. هلا بشوفك القوائم شو عم تعمل. وعمال المقسم بامرك، بس انت تعرف بس مش حركه الفندق. ولا يهمك، ان شاء الله ما بنتاخر، انت بس اجمع لي اياهم. ان شاء الله بالاذن. شو صار معكم؟ مثل ما طلبتوا، هدول كل أسماء نزلاء خلال الفترة اللي كان حاجز فيها. طبعاً مع اللي انتهت إقامتهم أول يوم أو تاني يوم أو اليوم مثلاً. كله مسجل. طب لو سمحتي بدي أسماء النزلاء اللي بنفس الطابق، يا ريت تعملي لي قائمة فيهم. تكرم عيونك. جميل. حاضر. يا سيدي ساعد مع الأنسة بضبط أسماء النزلاء اللي بنفس الطابق. حاضر. أنا فهمتها. ماشي سيدي. بالنسبة للأبواب سيدي قفلتها كلها وحطيت عليها على عصي. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين نقي فوزي. خير. تعال معي عايزة. سيدي اخذ غرفة عندك اليسار. طيب روح انت، انا بدي اياك بنادي لك. ماشي. شو سيدي؟
ايه هون بيته. ايه انا والدته. انتوا خدمتوا على غرفة المخدور أثناء دوامكم أوقات مختلفة؟ إيه سيدي. طيب هلا أنا رح أسألكم مجموعة أسئلة بالعموم، بعدين إذا احتجت أي شيء من أي واحد فيكم رح أسأله لحاله، والأهم من هذا كله إنه إذا أي واحد منكم بيتذكر أي تفصيل عن المخدور أثناء إقامته بالأوتيل لازم يجي ويخبرني. يا سيدي كلنا لاحظنا إنه ما غادر الفندق نهائيا، لا هو ولا مرته. اللي جليتي على حالك. ايه انتي؟ ولك تضربي انتي وحصك. غشيمة. مفكرة حالك بتقدري تعملي كل شي وبتعرفي كل شي. شو بدك تعملي هلأ؟ شو بدك تعملي هلأ يا غشيمة؟ شو؟ صباح الخير سيدي. صباح الخير. ليش استغربت سيدي؟ رح يأذن الصبح. شو صار معك بالمستشفى؟ شفت حدا؟ شفت والدته سيدي، بس ما قدرت أخذ وأعطي معه كتير. الله يكون بعونه. تعرف أنت وضع الأم بهيك حالة، مو عياني على شيء أبدا، بس كانت كتير عم تدعي على مرته، وفهمت منها كأنه مجوزين من أسبوع. بس بدنا مرته. ما قالت لك وينها؟ سألت سيدي، قال ما بتعرف عنها شيء. الظاهر هي مو موافقة على الجوازة كلها، بس قالت لي أنه رفيق ابنها اسمه سامي بجوز يعرف شيء عنه، لأنه البنت قال ما بتعرف لا أصلا ولا فصلا. وهذا سامي شلون ما نوصل له؟ والله سيدي بدك تترك لي مجال لبكرة، قصدي مشان لحتى أعمل تحريات يعني. طيب طيب روح نملك شوي أنت، بركي بيكون إجانا تقرير الخبير الجنائي والطبيب الشرعي. وأنت سيدي مناوي ترتاح شوي بعد الليلة الطويلة هاي؟ سيدي بعتني المدير لسلمه الفاتورة وما شفت غير مرته. وهو وين كان؟ بلاد الغرفة، لأنه قالت لي بس يجي ببعته. طيب إجا حدا لعنده وقت الجريمة وقبل ما تشوف الجثة؟ سيدي شفت مرته نزلت وإجا الرجال وطلع لعنده كمان. وهو ما نزل؟ نزل سيدي نزل. حدا إجا لعنده قبله أو بعده؟ إجا لعنده 2 الصبح وحكوا معه بالسبشن وبعدين راحوا، وإجا لعندي وسألني وين غرفة المدير. أنت شو بتشتغل هون؟ أنا بتم جنب الريسبشن إذا المدير بده شيء أو أي حدا من الزباين. سيدي انه هيك عاملين فطور صغير وحابينك تفطر معنا. بتعرفني انت جميل، انا لما في من النوم ما بقدر اكل اي شيء. اشرب قهوه بس. يا سيدي رح تفتح نفسك وقت بتشوف جاطات هالفول الكلاوي المغرق بهالزيت البلدي يا سيدي، والمخللات والحشائش قدامه، هالبصلات القدر اللي بيفتحوا القلب، والخبز المشروع سيدي ريحته بتشاهي. شمر على كمامك سيدي وفوت فوق تاك وخلي هالزيت يشمر منك واحد. وجاه سيدي وجاه. وقبلنا الوجاهه تبعك سيدي جميل. شرف نفطر. شرفوا سيدي شرفوا.
الله يسعد لي الصباح يا معلم سامي. أهلين بدر أهلين. شرف معلم. شو بك معلم؟ صار لك يومين مو على بعضك. عم تشوف بنات أشكال ألوان بهالسوق، ما وقفت غير عليها، بلاها معلم. لك يا بدر يا بدر، يعني نحن لو افترقنا، لو تزعلنا، لك لو صار في خصام، بيقول الواحد فيها وما فيها. بس خدعتني، خدعتني يا رجل. خلص معلم، شكر ربك إنها انكشفت قدامك على بكير وبينت على حقيقتها. ضحكت علي لك يا بدر، ضحكت علي استغلتني. لك قليل قديش أنا صرفت عليها، قليل قديش سحبت من هالمحل بضاعة هيك روحي خدي مشي. ومع مين؟ مع واحد محسوب إنه رفيقي، يعني ما أوطى منها غير هو. وحياتك يا بدر ماني قدران لا تصة ولا تصو. يعني شفتها امبارح معلم؟ مرحبا، مين منكم سامي؟ خير. انا عم اسال مين منكم سامي، انت ولا انت؟ انا سامي خير. انا المساعد جميل من الامن الجنائي، ممكن تشرف معي؟ السكين اللي وجدناها بالفندق طلعت هي نفس السكين اللي استخدمت بالقتل، بس ما في عليها اي بصمات. يعني ماسحين البصمات؟ هيك على ما يبدو سيدي. وفي شعر نسائي وجدناه على جثه المغدور، على الاغلب يكون شعر زوجته. على كل حال هذا مو دليل، يعني شيء طبيعي انه يوجد شعر من شعرات مرته. بس الشيء المو طبيعي انه نوجد كمان لحم تحت اظافر المغدور. ها لحم تحت الاظافر صار شيء ثاني. المشكلة انه المرأة مختفية وكأنها فص ملح وداب. شو ناوي تعمل؟ هلا البحث جاري عن زوجته، بس عم فكر روح شوف والدته. والمغدور شو بيشتغل؟ اما لو بتشوفه يا سيدي كيف تفاجأ لما انقرب بانه زاهر مقتول. على فكرة سيدي هدول الشباب لعيبة قمار بس على مستوى، ها وعم يدعوا قال شو للتسلايك. شو عم تسلوا بالقمار؟ الله وكيلك يا سيدي، كنت ناوي اتسلى فيه بكام كف نسي الحليب اللي رضعه من امه، بس قلت يلا يا جميل اجلها شوي هلا. يعني ناوي له حسب ما يتعاون معكم سيدي، لانه هذا الصبي على ما يبدو ناقصه كام كف مو مدوينه اياهم اهله. وينه هو هلا؟ مضروب قاعد بغرفتي. صحيح سيدي، انت كنت عم تقلي بانه سياده الرائد هشام بالنيابه العامه، بقى يا ريت تخبره يجيب امر باحضار زوجته للمغدور فاتن. خلص اعتبره صار عندك. لا هات هيئة. شرف سيدي. قتلوه. قتلوا لي اياه. لسه ما شم ريحة الدنيا قتلوا. شو ساوي؟ مين هذا الحاقد عليه وعليه لحتى يحرق لي قلبي؟ أنا هذا اللي بدي أسألك عنه مدام. طبعاً أنا مقدر المصيبة اللي أنت فيها ومقدر وضعك، بس يا ريت تهدي شوي وتحكي لي، خلينا نتساعد مع بعض لنعرف مين هالحاقد على ابنك هاد لدرجة القتل. خلي هاي الفاجرة البلا أصل يلي خطفته من قلبي قدام عيوني تقلكن وين أخدته وعلى أي مصيبة رمته. قصدك مرته؟ مرته؟ مرته. أنا قلت له لا بلا، قال لي بحبها بحبها وبدي اتجوزها. بدك تتجوز فاتن يا فاتن؟ ايه بدي اتجوز فاتن. شو فيها يعني؟ لك البنات على فاميلي شيء يا امي. مزبوط امي، عم تحكي البنات على فاميلي شيء، بس مو مثل فاتن. لسه بيقول لي فاتن، لسه بيقول لي فاتن. لك ايه امي ايه فاتن، فاتن شو فيها منيح انت؟ ولك بوي خطيبة رفيقك؟ لك يعني هي مو كانت خطيبته خطيبته يعني؟ لك انت شو؟ رفيقته؟ صاحبته؟ أحسنين؟ يا عيني يا عيني. يا خسارة يا خسارة يا زاهر، ولك تركتك تطلع تسهر انت ورفقاتك. قلت هي نزوة شباب بكره بيعقل، بس توصل وقاحتك انك بدك تتجوز وحدة مو معروف قرعة ابوها منين؟ لا وكانت صاحبة رفيقك امي.
فاتن، اهم شيء انه هي البنت بتحبني كثير، بتموت على الارض اللي بيمشي عليها. بعدين انت بكره بس تتعرفي عليها رح تحبيها. عم بقول لك بنت بتطير العقل، بتطير العقل. اوعى تغلط ساهر، هي البنت ما بتحلم تدعس عتبة بيتي. بس انا ابنك مو هيك؟ بدك تتجوزها تجوزها، بس لا انت ابني ولا انا بعرفك، فهمان؟ يعني كنتي بتعرفي انه ابنك الله يرحمه كان يلعب قمار؟ انا يلي حق علي، قلت لحالي معلش عضاتي الشباب بكره بيجرب وبيكتشف الغلط وبيتوب. وشو رايك؟ تاب؟ ليش يا زهر؟ أنا آسف مدام ما بدي أحكي هيك، وبعرف إنه مو وقتها، بس احتمال يكون حط حياته رهن على طاولة الأمار. أنا ما كنت مبسوطة، كل شيء كان غصب عني. بعمرك شفت شيء أما بتنبسط لما ابنها بيلعب قمار؟ بس أنا شفت. أنا آسف مدام، أنا ما عم بطلب منك تقدمي لي مبررات عن علاقتك بابني، هاي مسألة خاصة فيكي. أنت بس تعدي بينك وبين نفسك، تسألي حالك شلون كبر ابنك وشلون ربيتي. أنا اللي بيهمني من الموضوع أعرف مين رفقاته ووين كان يسهر معه. يا ترى كمان هون كان يلعب قمار بالبيت قدام عيونك؟ هاي 1500 باص. عريسك يا زهر. هاي شو علينا امي؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ مو على اساس بتنامي ببيت خالتي اليوم؟ اجا جوز خالتك ووصلوني. ايه لك صحيح نسيت اعرفك انا على اصحابي. تفضلي امي. فتحي وسامي وفاتن خطيبته لسامي. مين يعذركم؟ لا لا لك زاهر الله يسامحك، عم تعرفني على خالي ام زاهر؟ انا ما بعرفك الك، انا عم بعرفها على فتحي وفاتن، ما بتعرفهم لانه اول مره بتشوفهم. يا اهلين وسهلين امي. نحن ما صرنا على فكره ربع ساعه بس عم نلعب كوم كان كنا طبعا. يعني انا وسامي اليوم حظنا ابدا ميت بالمره. طيب شو رايكم نسوي لكم شاي؟ لا خالي لا معلش، ما في داعي تعذبي حالك. أحسن من المشروب لك ابني ولا لا؟ إذا نعساني خالي فيكي ترتاحي وأنا بساوي لهم الشاي. مزبوط والله أمي. قومي أنت صحيح اعملي شاي وخلي أمي تفوت ترتاح. أمي دلي على المطبخ هي بتساوي لنا الشاي، فوتي ارتاحي أنت. ها؟ تفضلي أنسة فاتن. أحسن. لا ما في داعي، انا قلت لك مشان دردش انا وياكي شوي. من زمان انت مخطوبه لسامي؟ من شي 6 أشهر تقريبا. واهلك بيعرفوا انك طالع تسهر انت وخطيبك ورفقاته؟ لا ايه قصدي اهلي بالضيعه وانا عم بدرس هون بالشام. ايه بيتكم حلو كتير خالي، يعني انت مزوقه كتير. تسلمي. يعني ما بتعرفي منك؟ لا والله العظيم يا سيدي انا منك هلا عرفت. ايه هلا بنشوف الشغل رح تعرفي. لك انا ما عم امزح معك، لا ما عم امزح معك، احكي لشوف. سيدي ما بعرف لسه، بدي خليك لا تعرف لا تاكل ولا تشرب ان شاء الله. نمت تلعب قمار ولا؟ صرنا شي 2 3 سنين بالشغل. كيف كانت علاقتك بفاتن؟ ايه علينا عليك، الله وكيلك الله وكيلك يا فتون. سهرة شباب عم نلعب شدة. ما بصدق. ايه لا تصدق، هاي عندك الشباب ما من غرب، اسأليهم. لا والله عرفت مين اسأل، رفقاتك؟ لا والله وصلتي يا فاتن، مو حرام عليك؟
بتعرفني سهرانة لحالي كل الليل وانت سهران لوش الصبح؟ لو الأحلى من هيك بتقلي رح حاكيك يا حبيبتي وبعدين تبعت لي مسج. لا تكون مرافق علي. لا لك فتون شو الحكيات؟ حلوة هالبلوزة. هلا مضب لك يا بيس. على كلين لو كنت مرافق علي ما عندي مشكلة. يحرق حريجك لك فتون. معقول؟ إيش وشايفتيني أجدب أنا؟ معقولي أترك هالجمال كله وروح دور على غيره؟ لك أساسا ما بلاقي. أمتى ما طالعتني وسهرتني؟ آه لكت ما تتركني أبدا أبدا وقت ما فتلي موضوع السهر هاد وانت مطنشني على الآخير. بيقولوا ما بينسى القديم إلا إذا في جديد تاني بحياته. إيه علينا أختي عم لعب قمار منيح. بالله عن جد ضحكتني قديمة كتير. وحياتك يا فتون لك وغلاوتك عندي. ما بصدق لشوف بعيني. شو تشوفي بعينك فتون؟ صور لك اياها شريط فيديو جيب لك اياها تشوفيها السارة؟ لا. شو لك؟ خدني معك. إيه لا لا ما حذرتي ابدا. معناتها مزبوط مزبوط اللي كنت عم فكر فيها سامي. طيب ماشي بسهرك معي منيح. هيك وين عازمني على الغدا؟ مطرح ما بدك. بعدين رح تسهر معكم؟ سكرين فلاش. شو هذا ولو؟ هاتوا لهو. على فكرة سامي ما له يعني من يوم ما صارت المدموزيل فاتن تشرف لعنا ما شاء الله ما عاد تهدأ. مشان تعرف لك هي فتون هي ما تدفع بإيد عشر سبطاني. شو يا؟ وين؟ نفضت. عود عود أنا بدينك. لا ما عاد بدي. عود بلا خلاص عود وينك تتركنا أنا وياه لحالي راس براس؟ حسنان العب روسية معه ولا شوف الأسلحة اللي معه. إذا بده يروح فتحي يروح أنا بلعب محل. هي تأمل راكب خليك هلا تروح هذا مع الشباب. شو تلعبي محل وليش أنت بتعرفيها اللعبة؟ هي تعلمتها. ها؟ لا عمي إذا هيك أنا بدي وقف. صار لك ساعتين قاعد عم تلعب بحظة للمخلوق وما خليت معنا شيء. فكيف يعني هلا إذا بدنا نلعب مع الحظ كله؟ وتعودت يا سيدي صارت كل يوم تروح تسهر معي. وينو هذا البيت اللي بتلعب فيه مار؟ الليلة بتشكلوا دورية وبتداهموا البيت وبتجيبوا لي اياهم كلهم لهم باشرافك يا نقيب فوزي. حاضر سيدي. انا هلا رح بحكي مع رئيس النيابه. صحيح اتصل مدير الفندق تذكر انه نهار الحادثه طالبوا المخدور بالفاتوره فقال لهم انه يطالعوها على الغرفه ويطالبوا مرته فاتن فيها فاستغربوا منه هي الحركه. وبعثوا لها الفاتوره؟ بعثوها وما دفعتها. وين هي فاتن؟ مكتب المساعد جميل. جيبوا لي. حاضر سيدي. اثبتي ولك حاجه تبكي وتتبكبكي احسن ما اي معيونك. عنك سيدي عنك. ارتاح انت وكمل كتابه يا مساعد جميل. شوفي ولي فاتن اذا اهلك قدرتي تضحكي عليهم وعاملي حالك عم تدرسي بالجامعه وهن عم يبعثوا لك مصاري مشان تدرسي وتدفعي حق كتب ودفاتر واقلام فانا الرائد هشام ما بتقدري تضحكي علي. سيدي والله العظيم انا ما عرفت انه مقتول لهم. والله العظيم صدقني. بتحبي تعرفي شو حكى سامي؟ شو حكى؟ لا انت لازم تحكي لنا. شو بعرفني يا سيدي؟ انا ما شفته لسامي. من ايمتى ما شفتيه؟ من لما انجنيت من لما انغشيت. غشني يا سيدي غشني الله لا يرحمه لا يحسن إليه. هيك لكان هيك وأكتر من هيك يا سيدي. أنا من لما انفت لعنده على البيت قلت بعيش معه مع أمه. شاب وحيد ومعه مصاري قلت بكمل تعليمي على مهلي حتى إذا ما كملته مو مهم.
مهما صار كتير، يعني نقضي حياتنا مرتاحين. بس هو غشني، غشني الكلب ابن الكلب. إن شاء الله ألف مبروك يا عمري، والله لعيشك عيشة نسيكي فيها الدنيا. أنت جوهرة، بس بدك مين يقدرك؟ حبيبتي نروح على غرفتك نجيب ثيابك؟ يقبرني الخجور. يا ستي أنت اللي كذبتي على حالك واحتلتي عليهم كلهم. لا، اللي قادرة تكذب على أهلها، قادرة تكذب على كل الناس. لا، أنا كنت بدي أعيش مثل ما كل البنات عايشين، البس وجخ روح وسافر واسهر اتجوز واستقر. أنا غلطت، غلطت يا سيدي، بس مو بقت حقارته وندهلته. حياتك عندي ما في لا قصة ولا شيء، أنا بس عم بنتظر يجيني شوية مصاري، بس شوي. من وين؟ بيجي روحي بيجي. هلا هاي هي الجوهر اللي بده مني يقدرها؟ فاتن شبكي انتي؟ طولي بالك، مو على اساس انتي مرتي ولازم توقفي جنبي؟ وكيف بدي اوقف جنبك؟ يعني انا عم اقول حبيبتي انه تمشي الامور هلا وتنزلي تدفعي انتي. انا؟ ايه فاتن انتي؟ ليش؟ يعني ما بعرف، مو نحن واحد؟ ايوه، وانا من اللي المصاري؟ والله ما بعرف من وين، ما بعرف. مالك شايفة حالك كيف عم تضغطي علي؟ لكن أنا منين بدي أجيب لك فاتن؟ من وين؟ شو بيعرفني؟ أنت الرجال ولا أنا؟ فاتن لا تغلطي حبيبتي، هدي شوي هدي شوي. الله يخليكي، هاي المشكلة على قد ما هي كبيرة على قد ما هي سهلة بتنحل. شلون يعني؟ حبيبتي أنتي واحدة حلوة كتير وعندك جمال يعني من نوع خاص وما بيحسن أي رجال يقاوم مسحرك فعلا. ما فهمت فاتن. فاتن أنا واقع بورطة وما في غيرك، ما في غيرك حدا ينقذني منها عن جد. غريبة اليوم أنا ما عم بفهم عليك. تتذكري البيت اللي كنا نروح ونلعب فيه؟ إيه هدول بدهم مني مصاري تقريباً شي مليون ليرة. مليون ليرة؟ إيه مليون. المصيبة مو هيك، المصيبة إني أنا موقع عليهم كمبيالات، عم يهددوني انهم يقدموها للشرطة. عن جد ما في حدا غيرك يعني ممكن ينقذني من هذا الشيء. كيف؟ تتذكري صاحب البيت اللي كنا نشوفه دائما هنيك؟ المهم هذا رجال حدا ظريف يعني، وهو اكثر من مرة سمعني كلام عن شو؟ يعني عن شو؟ يعني عن جمالك. جمالي؟ ايه فاتن، يعني انا بشوف انه ما فيها مشكلة اذا بتساري لك اياه بكلمتين حلوين بس. طبعا يا ندل يا كلب يا حقير يا واطي، لقانا ترك الجامعين واهلي كلهم كرمالك، لقانا تبرع عني كرمالك. فاتن انا ما بسمح لك. لسه بدك تسمح لي وما تسمح لي يا عديم الشرف؟ شرف. أنا شرف اللي عم تحلف فيه؟ آه؟ ليش أنت عندك شرف يا عديم الشرف؟ ولك حاجة تغلطي عم لك ها؟ فاتن حاجة تغلطي؟ لسه عملتي لي حالك شريفة؟ شفناكي فوق وشفناكي تحت. يا سامي وين كان دوره؟ سامي ما إله دور، أنا اتصلت فيه ليجي بس ما شفته. جميل. نعم سيدي. جاب لي سامي. نعم
لك يلا تحرك امشي. اهلين سامي يا فندي، ليش ما قلت لي انك اتصلت فيك؟ جواب سياده الرائد ولا؟ سيدي خفت احكي. وهلا لا تخاف احكي، انا واقف جنبك. سيدي اتصلت بس ما حكت وضل الخط مفتوح. قمت انا سمعت خناقتهم، قلت خرجة بتستاهل، بس بعدين قلت لحالي هذا زاهر واحد ندل بيضل اسمه فاتن اللي كانت. كمل ابني كمل. لا هي اعترفت ولا هو اعترف، وما في عنا غيرهم مشتبهين. بس هي اعترفت بخناقتها معه، هو اعترف بروحته على الفندق، والشعرة اللي لقيناها من شعراتها، وهو له بصمة بالغرفة، بس بقايا الجلد اللي تحت أظافر المغدور لا له ولا لها، معناتها أكيد في شخص ثالث. أكيد. طيب جهز لي الشباب مثل ما اتفقنا لحتى نداهم شقة القمار بالوقت المناسب. وبدي عامل الفندق يلي قال انه اجى حدا سأل عن زاهر قبل الحادثة، احتمال يكون من رواد الشقة ويتعرف عليه. رح ابعت وراه وجيبه هلا. لا هلا ما بدنا يعني، بدي اياه بس نجيب جماعة القمار. طيب انا رح اروح على الحارة مشان اشوف الشقة وعاين المداخل والمخارج لحتى اعرف شو بيلزمني من دوريا. خلينا على اتصال، ما لازم يطلع الضوء والقاتل هربان يا فوزي. ماشي. هذا هو الشخص اللي تعرف عليه موظف الفندق واللي شافه وقت زار المغدور وقعد معه بالصالة وحكى معه. سيدي أنا ما دخلت. ما طلبت منك تحكي، بس اسألك بتجاوب. شو اسمك؟ حبيب سيدي حبيب. أنت عامل كمبيالات بمليون ليرة على المغدور زاهر؟ سيدي عامل ولا لا؟ أنا لك شبك القطك لسانك. عندي لسانات وصلتني جديد سيدي، شو رأيك نزلوا دقيقتين اللي عندي لتحت، ركب له لسان ورجع لك يا بلبل اللي عم يدرغل درغلة. شو رأيك؟ ولا يمكن لسه ما تعرفت على المساعد جميل. سيدي أنا راح أحكي. هو زاهر كان يتدين مني مصاري مشان يكفي سهرته بالقمار. وليش رحت لعنده على الفندق؟ رحت لعنده حتى تطمن عليه لأنه في معرفة بيني وبينه، وبعدين قلت أنا يمكن يكون محتاج شيء لأنه كونه عريس جديد. لا فيك الخير والله. واجب هذا سيدي،
وجب. موجب كثير، خزيت العين عنك. شوف حبيب، التهمة الأولانية جاهزة، بيتك اللي فاتحه نادي للقمار. التهمة الثانية بدك أنت تحكي لنا إياها، وأنت عم تضحك وتلعب. سيدي ما في شيء، ما في شيء، نحن كنا بنتسلى بس بالقمار. طالما بتحب تتسلى. مساعد جميل، هذا سيدي، خذوا سلي عندك تحت شوي. يا سيدي انا شو حرام عم بصلي يطلع عمرك بلا كلمه. سيدي انا شو حرام. نقيب فوزي، خلي مخبر الادله الجنائيه يجوا ياخذوا عينات من جلده لهذا اللي اسمه حبيب، وبدي النتيجه الليله على مكتبي. يعطيك العافيه. تمام يا سيدي. شو يا مسر؟ سيدي تقرير المخبر سيدي. ماشي، يسلم وروح انت. تمام سيدي. احترامي سيدي، هلا وصلني التقرير من شان بقايا جلد تحت اظافر المغدور مثل ما توقعته سيدي. ما بقي غير انه يعترف. احترامي سيدي. قلت لي الحق عليه، هو اللي جبرك انك تقتله. سيدي هذا اللي صار، ما كان يفهم. بس انت رحت من الفندق ورجعت مره ثانيه، ممكن اعرف ليش؟ حسيت انه لازم اقول كم كلمه قدام فاتن. حسن، كيف طلعت بدون ما يشوفوك عمال الريسبشن؟ سيدي انا لما طلعت كانوا عمال الريسبشن مشغولين وعندهم كثير عالم، استغليت الفرصه وطلعت بدون ما حدا يشوفني. بس انا ونازل نطرتهم حتى انشغلوا وطلعت. هلا احكي لي شو صار فوق. بعرف سيدي، على الأساس أحكي معه كم كلمة قدام فاتن، بس ما لقيتها وصار اللي صار. يعني لا هاي ولا هاي. أخي لا هاي ولا هاي، وما معي مصاري، شو بدي لك أكثر من هيك؟ وروح بلط البحر يا. إيه شو عليه؟ رح بلط البحر. روح اعمل اللي بدك إياه. وبعدين بعد ما قتلت وزتيته من الشباك ونزلت، كل هالشي من شان شو عملته؟ من شان ست الحسن والجمال؟ من شان فاتن خانه؟ الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب. بالتدقيق، قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولاً، تجريم المتهم حبيب بجناية قتل المغدور زاهر قصداً ولسبب سافل. ثانياً، الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد، صدر وأفهم علناً
رفعت الجلسة.